ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنبتدي ان شاء الله البروتينز، ده الجزء الاولاني لمادة دكتور نبيل 521، دي في الورقة الاولى. احنا عارفين طبعا الورقة اللي امتحان الاولى فيها 4 مواد، دي المادة الاولانية. المادة دي عليها 22 درجة من 100 درجة، تمام؟ يا ريت لو عجبتكم الحلقة يا ريت لايك وشير، ولو سمحت لو في حد عنده أي سؤال يكتبه في الكومنتات، ولو حد برضو حابب يجاوب الأسئلة دي برضو يكتب في الكومنتات. أنواع البروتين، أول سؤال إيه؟ رايت on importance of proteins or types according للfunction. versatile يعني متعددة. طب اول حاجة بقى ايه؟ الهيموجلوبين، الالبيومين، ترانسفيرين، دول كلهم ايه؟ ترانسبورتينج بروتين. الميوزين كونتراكتايل. الانتي بوديز ده طبعا اميونو. الانزيمز والهرمون ده ريجيلاتوري. الفيريتين ده ستورج. الكولاجين والكيراتين ده ميكانيكال سبورت. النيورو ترانسميتر ده سنسور بروتين. والجروس والسير ريسبتورز، دول 8 حاجات. هيجي لنا السؤال كده احنا نكتب ايه الاجابة بالطريقة دي. طيب تاني حاجة الشيب، فيبروس زي الكولاجين، وجلوبيولار زي الهيموجلوبين. طيب تمام، انا بعد كده هتكلم عن سامبلز فور. السامبلز عبارة عن لاب اناليسز زي الالبومين والجلوبيولين. تاني حاجة الريسيرش. تالت حاجة تريتمنت. رابع حاجة السكريشنز، الافرازات زي النيزل سكريشنز، سلايفا والسويت، طبعا اللعاب والعرق، والفلويدز زي البلازما سيرم والسيفونايل فلويدز اللي هو زلايد. تمام، بعد كده فور تيشو سلايزز اور ايزوليتد جين اللي هو تيشو هوموجينيت. في اوتوبسي وبايوبسي. اوتوبسي اللي هو ديت تيشو، اللي هو باخد عينه من جسم من انسان ميت يعني. بايوبسي فريش تيشو من انسان حي. اورجانيزيشن، الفيرست استراكشر اللي هو اللينير استراكشر. تمام، انا عندي سلسلة من الامينو اسيدز، عندي طرف NH3 متأين والCOO متأين برضو. تمام، طيب انا عندي دلوقتي السكند ستراكشر اللي هو الهيليكس، الفا هيليكس. الفا هيليكس هنا ويز اور انتي كلوكوايز، مع او ضد عقارب الساعة. والبيتا شيت اللي هو انتي باراليل. تمام، طب الثيرد ستراكشر مور كومبليكيتد او ستابلايزد باي 5 تايبس اوف البوندز. طب والفورس ستراكشر يبقى انا عندي 4 اشكال، فيرست وسكندري وثيرد وفورث. طيب الكلام ده مهم جدا، انيموريت يعني عدد. 5 bond participate in stabilizing the third structure of the protein. طيب انا عندي الالكتروستاتيك انتراكشن، الهيدروفوبيك انتراكشن، والايونيك بوند، والدايسلفايد بوند، والهيدروجين بوند، والكوفالنت بوند. تمام، يجي لي راس السؤال انا اجاوب الاجابه اللي انا عارفاها دي. تمام، طيب انا عندي البروتين دلوقتي بيقول المولوكولار ويت بتاعه من 5000 لـ25 مليون. ماشي، 25 مليون اهو. تمام، 50% من الاورجانز اسوشيتد ويز الدي ان ايه والار ان ايه اللي هو النيوكليو بروتين. والديسيز زي السيكل سيل والانيميا دي امراض. والسي اتش او اللي هو الكاربو اللي هو جلايكوبروتين اللي هو اتش بي اي 1 سي اللي هو السكر التراكمي لمده 3 شهور في الجسم. تمام، رايت اون بيبتايد بوند
formation التكوين، تكوين البروتين. ادي البروتين، انا هدخل H2O بروتيازز، في وجود البروتيازز هيديني بيبتايدز، وهخرج H2O في وجود البيبتايدازز هيديني الامينو اسيدز. طيب 19 زائد 1 اللي هو مجموعهم يعني الامينو اسيد هيديني جلايسين. جلايسين المركب شكله CH COH NH2، هنا ايه في R. طيب انا عندي دلوقتي البيبتايدز داي بيبتايدز الاسبرتام، تراي بيبتايد، وفي اوليجو بيبتايد. اوليجو مقطع يعني قليل، وبولي بيبتايد مقطع يعني كتير. تمام، انا عندي دلوقتي البيبتايدز اندو واكزو. اندو اللي هو البيبسين والتريبسين والكيموتريبسين، والاكزو امينو بيبتايدازز والكاربوكسي بيبتايدازز، ايه بتتناسب مع بي. طيب عندي بعد كده الامينو اسيدز، في الدي امينو اسيدز والال امينو اسيدز. الدي امينو اسيدز في البلانتس والانيوجوال بيبتايدز والانتي بايوتكس، والال امينو اسيدز دي كومن انيوجوال بروتينز بروتوجينيك، يبقى هي كومن unusual بروتوجينيك classified according للبروتوجينيك امينو اسيدز ونون بروتوجينيك امينو اسيدز اللي هي ايه uncommon. تمام، طب يا جماعه النون بروتوجينيك امينو اسيدز ده زي مين؟ زي الميتابوليك امينو اسيدز زي الاورنيثين والدوبا والسيترولين والتي 3 والتي 4 والبيتا الانين والدي اي تي اللي هي داي ايودو سيرونين، والاذر موديفايد امينو اسيدز زي 5 هيدروكسي لايسين و4 هيدروكسي برولين والسيرين والسيستاين والبيتا سيرين والان ميثايل لايسين. طيب بعد كده ايه البروتينوجينيك امينو اسيد كلاسيفايد اكوردنج للكيميكال والنيوتريشن والبايوكيميكال فانكشن. اول حاجه الكيميكال في 20 امينو اسيد، في الاروماتيك والاليفاتيك والبولر والنان بولر. وبعد كده الاروماتيك في الفينايل الانين والتيروزين والتريبتوفان. طيب بعد كده الفينايل الانين، بصوا يا جماعه اي حاجه فيها فينايل يبقى حلقة بنزين. الفينايل حلقة بنزين CH2CHCOHNH2. طب التيروزين دي حلقة نفسها بس هحط OH، تيروزين شبه الفينايل الانين بس هحط ال OH، يبقى حلقة بنزين OH CH2CHCOHNH2. يبقى ايه الفينايل الانين لو حطيت لها اكسيتات تديني تيروزين. طب الفينايل الانين ده اسينشال والتيروزين ده نون اسينشال. طيب التريبتوفان ادي حلقة بنزين، وهنا NH، هنا CH2CHCOHNH2. تمام، طيب انا عندي بعد كده الاليفاتيك، نون برانشد، نون برانشد زي السيرين و سيرونين والبرانشيد فالين ليوسين والايزوليوسين. طيب البرانشيد زي الفالين، طيب الفالين يا جماعة الرمز بتاعه ايه؟ CH COH NH2 CH CH3 CH3. طب اليوسين COO متعين CNH3 متعين CH2 CH CH3 CH3. طب الايزوليوسين COO متأين CHNH3 متأين CCH3 وH وCH2 وCH3. طيب الكلام ده يتحفظ يا جماعة، النون برانشد هيدروكسي في سيرين
اللي هو COO CH NH3 CH2OH وهنا الثيرونين COO CH NH3 موجب COH HCH3. طيب البيزك زي اللايسين وأرجينين وستادين واللايسين، رمز اللايسين يا جماعة. طيب يبقى CO NH3 طبعا متأنين CH CH2 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 NH3 يبقى فيها 4 CH2 في اللايسين. طب الأرجينين NH3 COO متأنين C CH2 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 NH C دبل بوند NH2 متأين بعد كده بوند NHA2 لان الكربون لازم يكون حواليها 4 بوند. تمام. طيب الارجينين برضو يتحفظ يا جماعة. طيب الهستادين، الهستادين CH CH2 COH هنا NH3 وايه حلقة الهستادين NH ونين. طيب اي كلام انا كاتباه بالاسود ده جه في الامتحان قبل كده، ده اكزام. طيب اس كونتيننج سيستاين وميثيونين. طب السيستاين يا جماعه اللي هو سي اتش ان اتش 2 سي او اتش سي اتش 2 اس اتش. طب الميثيونين سي اتش سي او اتش ان اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 اس سي اتش 3. تمام. الكلام ده حفظ، الكلام ده مهم وجه في الامتحان. طيب بعد كده الجلايسين اللي هو سي اتش 2 سي او اتش ان اتش 2 ده الجلايسين اللي هو الاي بي بتاع البروتين. طب البرولين اللي هو سي سي او او متأين وهنا في ان اتش 2 متأين اتش سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2. ممكن تجيلي بشكل تاني، انا بس كاتبه لكم الشكل التاني عشان محدش يستغرب البرولين. طيب ازاي سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش سي او او متأين ان اتش 2. تمام. طيب الالانين CH CH3 COH NH2. طيب الجلوتامين CH COH NH2 CH2 CH2 C دبل بوند O NH2. طب الأسبراجين CH COH NH2 CH2 C دبل بوند O NH2. تمام. الأسبراجين برضو الكلام ده يا جماعة يعني حفظ بالنسبة للكيمياء الأولى وكده. طيب الجلوتاميت CH COH NH2 CH2 CH COH. طب الأسبرتات CH COH NH2 CH COH. طب الأسبرتيك أسيد CH NH2 COH CH2 COH. أنا لو ضفت لها NH3 وشلت منها المية هيديني COH CH NH2 CH2 CO NH2. ده مين؟ ده الاسبراجين. طيب الجلوتاميك أسيد COH CH2 CH2 CH NH2 COH زائد لو ضفت لها NH3 وشلت منها المية هيديني NH2 C double bond O CH2 CH2 CH NH2 COH. هيديني حاجة اسمها ايه؟ جلوتامين. جلوتامين. طيب بعد كده يا جماعة البولر والنون بولر. نيوتريشن نون اسينشال 10 امينو اسيدز والاسينشال 10 امينو اسيد، بس في منهم 8 اسينشال و2 سيمي اسينشال. طيب اي طبعا سؤال اي حاجه كاتباها بالاسود، يعني انا كاتباها بلونين ازرق واسود، الاسود ده جه في الامتحان.
exam the non-essential amino acids. مين non-essential؟ جات اختياري اللي هو التيروزين. يبقى منهم ايه non-essential؟ طبعا لازم نحفظهم كلهم: جليسين، ألانين، سيرين، أسبراجين، أسبرتيت، تيروزين، لوتاميت، لوتامين، سيستاين، برولين. انا حافظهم بالاغنية دي. طب البرولين ايه؟ هيدروكسيليتد هيتيروسايكليك نون اسينشال امينو اسيد. تمام. هيتيروسايكليك يعني لا محصل حلقة بنزين ولا هو مش حلقة، يعني حلقة بين البنين. فهمت يعني ايه هيتيروسايكليك؟ طيب اسينشال امينو اسيد فيها 10 امينو اسيد. طيب السيمي اسينشال زي الهيستيدين والارجينين. طيب التمانية اسينشال، اتنين اروماتيك زي الفينال الانيل والتريبتوفان، وتلاتة برانشز زي الفالين والليسين والايسوليسين، وتلاتة بيزك زي الليسين. طبعا في اللي هو الارجينين والهيستيدين لسه قايلين عليهم ايه ان هما سيمي اسينشال. واحد هيدروكسي اللي فيها او اتش السيرونين، وفي واحد فيه سلفر اللي هو الميثيونين. طيب في الكلام ده مهم، essential amino acid used for a N2 balance. طب define النيتروجين balance. الكلام ده مهم اللي هو total N intake على total N outtake. طيب الكلام ده يا جماعة جه في الامتحان، ال N2 balance بيجي في الاختيار يقول لك البوزيتيف ال N2 balance، تقول له البريجننت والريكفري. ريكفري دي اللي هي فترة النقاهة والجروينج بيبي. طيب والنيجاتيف للديابيتيز والرينال سيندروم والهيباتيتس والميل نيوتريشن والداتري بروتين انسفيشنس. طيب بعد كده البايوكيميكال فانكشن زي البروتين والبيبتايد والسيستاين، وزي اكزامبلز زي مين يعني الالبومين والجلوبيولين. طيب السورسز اوف الانتيبيوتكس زي مين البليسيلين. تمام. والسلسلك بيبتايدز تاني حاجة اللي هو البي سلسلك بيبتايدز اكزامبل اوكزيتوسين